البيضاء من طرف السيد الوالي جهاز الدار البيضاء 16 عامل عمل الدار البيضاء برسالة مؤرقة بتاريخ 10 فبراير 2022 عدد 14358 متضمنة لبعض الملاحظات حول ميزانية جامعة الدار البيضاء برسم سنة 2023 والتي اقتصرت على ما يلي: الوثائق المحاسبية المرفقة بالميزانية لم يتم التأشير عليها من طرف مصاريف الخزينة. ثانيا، مراجعة الحصة على الضريبة على القيمة المضافة في حدود 220 مليون درهم. عدم تقييد المقتضيات الدولية وزارة الداخلية حول إعداد وتنفيذ ميزانية الجماعة بالنسبة لمصاريف الاستقبال والإدعام والاحتفالات والهدايا الصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء، اقتراء الآليات، إعادة الجمعيات والفرق الرياضية وتهيئة النساء الخضراء. النقطة الرابعة، عدم إدراج مبلغ 9.8 مليون كفوائد تأخير لفائدة صندوق الجهاز الجماعي. وخامسا، برمجة بعض النفقات التي لا تدخل ضمن صلاحيات مجالس المقاطعة. وعليه وطبقا للمادة 191 من القانون الكلي 113/13 الخاص بالجماعات، كان لزاما علينا عقد هذه الدورة الاستثنائية والتي تحمل نقطة فريدة في جدول أعمالها وتتعلق بالدراسة والتصويت على تعديل مشروع ميزانية جامعة الدار البيضاء برسم سنة 2023. إذا بعد توضيحات فيما يخص الملاحظة الأولى المتعلقة بالتأشير على الوثائق المحاسبية المرفقة بالميزانية من طرف مصارف الخزينة لدى الجماعة، فقد تم بالفعل التأشير على هذه الوثائق من طرف مصارف الخزينة لدى الجماعة بتاريخ طبقا للمرسوم 16/319 بتاريخ 27 يونيو 2016 والمتعلق بتحديد كيفية تحضير القواعد المالية والمحاسبية المرفقة بالجماعة الضامنة. إذا لقد تم التأشير على هذه الوثائق، لذلك نكون قد استوفينا للنقطة الأولى. بالنسبة للملاحظة الثانية المتعلقة بحصة جامعة الدار البيضاء من الضريبة على القيمة المضافة، فقد تمت مراجعة المبلغ المقدر لحصة الجامعة من الضريبة على القيمة المضافة تبعا لما ورد برسالة وزارة الداخلية لتاريخ 11 أكتوبر. فاحنا كنبداو طبعا نزلو الميزانية من شهر سبتمبر، دورة عقدتو عندنا علينا 5 أكتوبر، اليوم الجاي الأول كانت فيه 342 مليون درهم، من بعد في 11/12 أكتوبر تمت الإرسالية لتضارب هاد المبلغ، وكيعلمونا على أن هاد المبلغ ديال 342 هاد السنة راه مغاديش يكون نظرا لأن كاين هناك هاد التخليص ديال 122 مليون ديال الدرهم، اللي هو عبارة عن طبعا هو اعتبروه قرض سيتون ديفالكاسيون من المبلغ الأولي، لأن بقى متأخرات النظافة ديال 2019، خدت 4 شهور ديال النظافة اللي كان خصها تخلص، وبالتالي كان لازم نكونو أجور مع هاد الشركات. فا كنا عليكم في سنوات الأخيرات طبعا باش نطلبو على أننا يعني نقدرو اليوم نوقفو على هاد ونديرو توازن وما يبقاوش عندنا قروض من طرف الشركة ونوصلو لأجور، وبالتالي كان خاصنا نديرو هاد الاجتهاد يمشي علاش كانت هاد كان هاد وماشي ارتفاع. يعني حنا كنا كنساينو 342 مليون درهم بداية السنة، عطاونا 366 مليون ديال الدرهم. طبعا تم الحمد لله اليوم اوني اجور، يعني خلصنا شركة النظافة هاديك 4 شهور اللي كانو كيسالونا ديال 2019، لأن بقات كتراكم سنة مور سنة، وبالتالي مكانش يمكن لينا نخليو الوضعية كالتالي. هاد 366 مليون درهم اللي جاتنا هاد السنة بداية السنة باش حاولنا أننا نديرو هاد يعني نسويو الوضعية ديالنا، شهر 11 أكتوبر كنتوصلو هاد الإرسالية اللي كتقول لينا راه لا ديفالكاسيون راه ماشي غير هاد السنة ديال 2023 ولكن حتى 22 راه مشات منها 122 مليون درهم، يعني ما تسيدوهاش.
حنا الميزانية ديال 22 إلى عقلتي ودرنا فيها 340 مليون درهم، وبالتالي في شهر أكتوبر اللي هي هذا الشهر كنتوصلوا على أننا عندنا ديجا 122 مليون درهم خصنا نقصوا من الميزانية ديال 22 و 23 غنقصوا 120 مليون درهم و 24 غنقصوا عاوتاني 120 مليون درهم باش يمكن لينا نغطي المصاريف ديال 2019. دونك اليوم راه حتى الميزانية ديال 2022 خصنا نديرو واحد المجهود إضافي من هذا لآخر السنة باش يمكن لينا نوصلوا لهاد 122 مليون اللي نقصات لنا. كنا مشينا للجسد المديرية مؤخرا مع سيد مدير الموارد المالية وسيد الخزين وكنسألو علاش حتى لدابا يلاه وصلت لنا 80 مليون ديال الدرهم، وبالتالي عاد فسرو لنا راه كان واحد الدين قبلي وما كاينش غير هاد الدين، كاين هاد الدين ديال النظافة وكاين دين آخر ديال كانت شي حاجة كانت تعطات أيضا في المجلس اللي فات في الستاد بريستاسيون، وبالتالي غادي يكون هاد ليتيفاكاسيون. فأنا اللي كيهمني اليوم هو أننا ديجا خصنا ميزانية ديال 2022 122 مليون درهم، خصنا يعني ندير واحد المجهود جد جبار باش يبقى عندنا التوازن. ما تنساوش على أننا قلنا على أن خصنا لي 10%، سافا دير آخر السنة خصنا نوصلو 3 مليار و800، دونك إلا ديجا تولاتنا منهم 122 مليون راه غادي يكون عندنا مشكل. وبالتالي هذه واحد العملية الحسابية اللي خصها واحد مزيد من الاجتهاد مزيد من التدبير المالي المهم. وبالتالي ما كاينش مشكل، إذا اليوم طبعا 120 مليون ديال الدرهم خصها تزول في الميزانية 2023، وخصنا أيضا نزولو هاد الرأس مالا مصاريف ديال لا تاكساسيون سوبليمونتير ديال 10 مليون ديال الدرهم اللي هذيك حتى هي قبل من وحده المدينه وهي كاينه. هذا العام تخلص، العام الجاي تخلص، عمرها ما تخلصاتش، يعني 20 سنه وهذا المبلغ ديال 9.8 جارينو معانا. اليوم لو فاك كي صيفط لينا ليكري كيقول لنا خلصوا لينا هذا العام هذا المبلغ ديال 9.8 مليون ديال الدرهم اللي كنشروه اكثر من 20 سنه. وبالتالي اليوم جلس مدينة الدار البيضاء مطالب أيضا باش يسوي هاد الوضعية. كان طبعا الإرسالية ديال السيد الوالي كانت واضحة، كتقول لنا نتاكدو داكشي لي قال الفيك على أننا خصنا نوصلو، يعني أوندوا بيي هاد لي ماجوراسيون، هذا دين اللي كان ما تخلصش وهادو غير فوائد ديالو، سي لا ماجوراسيون ديال لو غوتار سي كوم اون بيناليتي اللي حتى هي خصها تخلص ديال 10 مليون على اي هاد 122 مليون ديال الدرهم تبع اليوم اون فادي فالكي غادي خصنا نزيدوها باش يبقى عندنا التوازن وباش نبقاو بحال على الوعد مع البنك الدولي، يعني الزياده ديال 10% السنه المقبله. فقدرنا هاد 122 مليون ديال الدرهم وعاودنا فرقناها على واحد المجموعه ديال الريفي اللي اولا هي الضريبه على الاراضي الغير مبنيه لتين بي زدنا فيها 25 مليون درهم، مع العلم على أن هاد لتين بي اليوم أنا كتبان لي مع بمعية المجلس وبمعية المكتب على أنها غدا كتخلص، لأن هاد الأراضي العالية طبعا هما براغيش اليوم غادي كيتبنى اللي ما كنقولها، يعني هاد العام هما أنفوايي دي زور دو وصل ديال 400 مليون ديال الدرهم. يلا وصلنا مادا ما وصلناش 200 مليون ديال الدرهم في المداخل ديالنا، على أي كنا دايرين له 200 مليون، دونك دابا طلعنا 225 مليون ديال الدرهم. الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية حنا آمنين على أن هاد الرسوم طبعا هي اللي فيها باقي استخلاص كبير، وبالتالي اليوم تم أيضا الرسم فيها 70 مليون ديال الدرهم. علاش؟ لأن كنطمحو على أن في هاد السنة أولا احنا رسم السيد الوالي كنقولوا له تفعيل الدورية ديال عند الليجان ديال لو غوسونسمون، يعني حنا عارفين على أن مجموعة ديال البنايات الجديدة والأحياء الجديدة التي لم تتم التوصل بعد هاد الرسم ومازال ما كيخلصوش هذا الرسم، وبالتالي كاين أن كغون بوتونسيال، كاين
كاين ايضا لا فالور لوكاتيف يعني القيمه ديال الضريبه على السكن ولا الخدمات الجماعيه ولا الضريبه على التاكس بروفيسيونيل هما سي دي فالور كو سون تري انسيان. اليوم المتر مربع اللي كان في واحد البلاصه راه ما بقاش هو لو ميم، دونك هذا لا فالور لوكاتيف خاصها تعاود، وبالتالي كنطمحوا على ان شاء الله هاد السنه نوصلوا لهذا المبلغ 2.9 مليار ديال الدرهم. راس مفروض على شغل الاملاك الجماعيه مؤقتا، طبعا هادشي ديال لي ليج اللي كتشوفوا اليوم اللي مغامره الدار البيضاء باقي عمرها ما خلصات، فهاد لي ليج وحدها اليوم كانت خرجت القرار الجبائي ولكن كان فيها اخذ ورد مع مصالح مع الناس اللي كيديروا هاد الاشهار. اليوم كنطمحوا على اننا كنشبتو 240,000 درهم اللي كان دار المجلس اللي فات، وبالتالي غادي يكون مداخل إضافية تقدر ب 10 ملايين درهم إن شاء الله في غضون السنة المقبلة. بخصوص ملاحظة ثالثة متعلقة بالتقاليد البدوية في وزارة الداخلية حول إعداد وتنفيذ ميزانية بالنسبة لمصاريف الاستقبال والإطعام والاحتفالات والأعداد. هنا طبعا طلبوا ولايات الباسنة التقليص، فطبعا تم التقليص بالفعل هاد المسألة. اليوم حنا كنا كنقولوا اننا كنطمحوا على ان مدينة الدار البيضاء طبعا هي في صفوف الدول العالمية. هاد السنة استقبلنا 24 سفير، استقبلنا امير، استقبلنا رئيس دولة، وبالتالي كنقولوا على ان هاد مسار الاستقبال كان عندنا 500,000 درهم. إلا غادي نخليو 500,000 درهم باش نديرو هاد طيلة السنة، طبعا للأسف آخر سنة ما بقى لنا والو، ما كانش يمكن لينا نحصنا الدار البيضاء تبقى يعني هذا ما فيهش كبير، ولكن حنا اليوم طبعا رحنا خلصنا من هذا المبلغ، كنطمحو على أن غيكون اجتهادات أخرى كنظن باش يمكن لينا نكونو حسن، أنا معروفين بحسن الضيافة وحسن سميتو. كنظن على ان هادشي طبعا راه ما داخلش في التدير ولكن داخل في حسن الاستقبال، وطبعا صاحب جلالة الذي يعني في الدبلوماسية الخارجية، وعلى اننا بلد كرم وبلد يعتني بضيوف. فيما يخص الصيانة الذاتية ديال المناطق الخضراء، الحمد لله الناس ديال الولاية طبعا تفهموا على ان اليوم مدينة الدار البيضاء داخلة برنامج أخضر، يعني بغينا مدينة الدار البيضاء ترقى صفوف أيضا وطنية والعالمية من ناحية المساحات الخضراء، وأيضا في ظل هذا المشكل ديال الماء وفي ظل الخصائص الهوية ديال الماء، وبالتالي كان خاصنا طبعا واحد المعادلة، وهادشي اللي جعل على أن كان واحد المبلغ هنا كان يعني للاسف ما درناش ملاحظاتنا، يعني جو لو دي نورمالمون كانت خاصنا روبريك الملاحظات تكون باينه، لان بالفعل بانت لهم على ان 19 مليون ولات كنحكوا كان 12 اختراع السيارات، حنا ما نختاروش السيارات فنفس الماتش كان كيمشي على 3 زون، ولكن اختراع الاليات ديال السقي لان راه عندنا الما كيمشي في البحر فمحتاجين حنا الما باش نسقي، ما عندناش نبقاو نسقيو بالماء ديال الشرب، وبالتالي كيخصنا هاد الاليات اللي غنكريوهم باش يمكن لنا نهزو الماء من لي ستاسيون ديال الديونة من الاعيون اللي عندنا اليوم تبارك الله الدار البيضاء راه غنية بالاعيون والاعيون كيشوفو البحر، وبالتالي كان خصنا واحد الاجتهاد اضافي. طبعا هو حل ما غاديش نقول الامثل لان اعادة المياه واعادة تدوير المياه هو الحل الانجح مع محطة صحية طبعا ان شاء الله راه غادا تخرج للوجود، ولكن في نفس الوقت خسرنا ملايين ديال الدراهم دون لو كادر دو بي دي جي سي لا ليغا لا بروموناد، فبالتالي خصنا لان راه كيوليو المعادلات جد صعبة، واش نمشيو مع البيئة ونحافظو على هاد المساحات اللي خسرنا عليهم ملايين الدراهم ولا نخلصو من هاد الميزانية، وما يمكنناش نخلصو طبعا وبالتالي غيكون التلف ديال هاد المساحات الخضراء. فهنا يعني كنوضح لكم على ان كانوا اختيارات جد صعبه، وبالتالي
حاشا أننا يعني لم نمتثل للدولة، وإنما كان هناك يعني واحد المشكل ديال المعادلة التي كانت جد صعبة. يعني الجمعية فوق القرية ديالها تم تقليص هذا المبلغ كبير، مع الأخذ في الاعتبار على أننا إلى عقلتي وفي الدورات الحيثة كنا درنا واحد الالتزامات واتفاقيات مع فرق العديدة ديال الدار البيضاء اللي هي الوداد والرجاء، واللي ديجا فيها المبلغ الإجمالي كان 11 مليون درهم، اليوم طلعنا 23 مليون درهم، لأن بغينا نرقيو في العالم الرياضي في مدينة الدار البيضاء الأندية، كاين العصاب كاين الفرق الوطنية، فهذا المبلغ تم التقليص منه، ولكن مع الأخذ باعتبار يعني كل الاتفاقيات اللي كانت عندنا. التهيئة ديال المساحة الخضراء، الحمد لله الولاية تفهمت أيضا أن اليوم عندنا برنامج ديال إعادة تأهيل مداخل مدينة الدار البيضاء، المدخل ديال إساسفا، المداخل ديال النسيل، المدخل ديال الهراويين، المدخل ديال شارع عقبة بن نافع، شارع أهل الغلام، مدخل محمد السادس، مدخل أزبان، فبالتالي هذه المداخل كلها اللي مهمة. فالحمد لله على أن الولاية تفهمت، وبالتالي هناك مشاريع لإعادة هذه المداخل لمحطة تبقى مستوى مدينة الدار البيضاء. الملاحظة على قروض صندوق التجهيز الجماعي تكلمت عليه، هذو متأخرات فوائد القرض، وطبعا نحن نمتثل للدورية وسوف نلبي هذا الطلب. أخيرا بالنسبة لبرمجة بعض النفقات التي لا تدخل في نفس الصفات مجالس المقاطعات، طبعا لضيق الوقت وصعوبة عقد دورات استثنائية فسيد الوالد فهم، وتم سوف يتم حتى يتسنى لجماعة الميزانية المعدلة على التبشير داخل الأجل القانونية، فقط سوف يتم مراسلة المقاطعات باش يديروا تحويلات ديال النفقات لتغطية المصاريف، وبالتالي هذوك النفقات اللي كانوا هاد البنود غادي يزولوا وغادي يتم التحويل ديالهم في لكي تدخل في اختصاصات الجامعة. إذا بهذا أكون قد قدمت شرح مقتدر، فبهذه المناسبة أيضا أشكر جميع السادة الأعضاء على حضورهم ووقفتهم للأعمال اللجنة، فأقدم آخر كلمة للسيدة فريدة الصفدي رئيس مجلس الميزانية والبرمجة والشؤون المالية، باش يعطينا يعني نبدا عما تم التداول في داخل اللجنة. وشكرا. بالعكس الملاحظات تقدينا بروح رياضية، ملاحظات قيمة لوكس الثاني هو السيد المدير المصالح، طبعا قدم الاستقالة ديالو قبل الاستقالة ديالو، وظروفه الصحية لا تلائم، وبهذه المناسبة كنبغيكم تصفقوا على يدو سيد المصالح غادي يبقى في الديوان، وحنا راجلين نحترمو ونعزو السيد مزاد، لك كل احترام وتقدير.